السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، القناة التي تهتم بكل ما هو جديد في عالم الفن والمشاهير وأيضا المواضيع الثقافية والترفيهية والسياسية. دائما جديد الأخبار في هذه القناة، فقط لا تبخلوا علينا بالاشتراك وأيضا تفعيل زر الجرس للتوصل بكل ما هو جديد. وحتى لا أطيل عليكم أترككم مع أبرز عناوين هذه الحلقة. عبد الفتاح الجريني وجميلة البدوية يحتفلان بزفافهما في الدار البيضاء. شاكيرا غاضبة جدا من فيديو جيرارد بيكي وصديقتها. ليلى روز ابنة دنيا بطمة ومحمد الترك في أول ظهور لها بعد الخلاف، فهل هي إشارة لعودتهما؟ التفاصيل في هذه الحلقة. تألق الفنانة المغربية دنيا بوطازوت وزوجها يتغنى بموهبتها. ديبيكا بادوكون تظهر كضيف شرف في فيلم شاروخان الجديد جوان. ليلى من ألف ليلة وليلة. على الطريقة المغربية احتفل عبد الفتاح الجريني وجميلة البدوي بحفل زفافهم في فندق بالاس ليالي في الدار البيضاء في المغرب. عبد الفتاح الجريني الذي شارك مراحل تحضيراته ليوم الزفاف من الاعتناء بلحيته وبشرته ثم الوصول إلى قاعة الحفل وارتدائه الزي المغربي لحفل الزفاف ولقائه عروسته جميلة البدوية، كلها تفاصيل شاركها على خاصية أستوري على صفحته على الإنستغرام. وارتدى عبد الفتاح الجريني البيج والذهبي والعباءة المخملية، واختار جميلة قفطان مغربي باللون الذهبي مرصع بالأحجار، وشاركت سلسلة فيديوهات نقلت فيها أجواء حفل الزفاف وذلك على خاصية أسطوري على صفحتها على الإنستغرام. ضم حفل الزفاف عدد كبير من الضيوف من بينهم أسماء المنور وسلمى رشيد التي غنت للعروسين، وتواجد أيضا خالد بناني والإعلاميتين عبير شوري وبسنت شمس الدين. وبالزفة المغربية دخلت جميلة على هودج ويرافقها عبد الفتاح الجريني تصفيقا ورقصا من الضيوف. تقارير تم تداولها عن ردة فعل شاكيرا وغضبها بعد انتشار فيديو لجيرار بيكي وهو يقوم بتقبيل صديقته الجديدة كلارا شيا مارتي وهي طالبة في العلاقات العامة. وفي التفاصيل انتشر مقطع فيديو جديد التقطته سوسياليتي لبيكي مع كلارا في مهرجان كاتالونيا يظهر لحظات رومانسية تجمع الثنائية على العلن. ويأتي هذا الفيديو بعد 3 أشهر من انفصال جيرار بيكي عن شاكيرا، ويعتقد أن كلارا تعمل لصالح جيرارد في شركته كوسموس في مكتب العلاقات العامة. وذكرت التقارير أن لدى شاكيرا وجيرارد اتفاقا وهو ألا يظهر للعلن مع شركائهم خلال العام الأول من الانفصال. وبحسب صحيفة البيريوديكو الإسبانية، تحاول شاكيرا وجيرارد البقاء صديقين من أجل أطفالهما على الرغم من توتر علاقتهما. وقال مصدر لصحيفة داسين البريطانية، كان جيرارد وكلارا يقابلان بعضهما البعض منذ شهور، وهي طالبة تعمل معه أيضا في مكتبه وتنظم الأحداث. أضاف المصدر، لقد ساعده من حوله في الحفاظ على الصمت تجاه هذه العلاقة، ومسحوا حسابات كلارا على وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يتمكن الناس من العثور على صور لها. We'll be right back.
السلام عليكم كديري، بخير لاباس عليكم. الواحد ما كيستناش يدير الباص. شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على الحب ديالكم، على الثقة ديالكم. انا في ما كنكون حاضرة كتكون نايضة. بعد الخلاف بين الزوجين والبعد الحاصل بينهما، ما تزال الفنانة المغربية دنيا بطمة تواصل حفلاتها وتعلقها بالقفطان المغربي، وكما أنها عبرت عن شكرها لمتابعيها على الكم الهائل من الحب وأيضا كثرة الحفلات التي تحييها في إشارة منها إلى الاعتماد على نفسها بعد الانفصال. دنيا بطمة وكما العادة فضلت الرسائل المشفرة إلى زوجها عبر ستوري الإنستغرام، ونشرت هذه المرة فيديو لابنتها الصغرى ليلى روز، وهو ما أثار العديد من التساؤلات بين المتابعين. فهل هي إشارة إلى عودة المياه إلى مجاريها؟ وهل تقصد بهذا الفيديو أن نجلتها الصغيرة اشتاقت إلى والدها؟ هذا الفيديو يعتبر العديد من الرواد كرسالة مشفرة من الفنانة دنيا بطمة إلى زوجها، وأن ابنته اشتاقت إليها، فيما يعتبره آخرون فيديو عادي جدا، وأن الفنانة المغربية تواصل مشوارها غير مبالية لترهات زوجها، وأن هذا الخلاف الحاصل بينهما قد وصل للطريق المسدود. وفي سياق آخر، خلقت الفنانة المغربية دنيا بطمة في الأيام الماضية الكثير من الجدل بسبب عمليات التجميل التي تخضع لها بين الفينة والأخرى، حتى أصبح من الصعب التفريق بين دنيا بطمة سابقا وبين شكلها الحالي. لازالت الفنانة دنيا بوطازوت تحقق نجاحا كبيرا في مسلسل المكتوب الذي يبث على قناة دوزم، وسبق للممثلة التي تلعب دور الشيخة أن تحدثت إلى ميكروفون القناة الثانية لتعود لهذه التجربة بعد دعوتها إلى الأخبار، حيث أكدت دنيا بوطازوت أنها طالما حلمت بلعب هذا الدور. ووصف الداعية المغربي ياسين العمري في تصريحاته مستوى مسلسل المكتوب بالمتدني، وأن قصته لا تليق بالتلفزيون المغربي، الكلمات التي فجرت عدادات جمهور المسلسل المذكور. وبحسب أرقام جوجل، بلغ عدد عمليات البحث على اليوتيوب بخصوص المسلسل ذروته في 18 من أبريل، أي بعد بث فيديو للخطيب على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن هذه المؤشرات نفسها شهدت انخفاضا كبيرا في 16 من أبريل. وقال عبد القادر بالقرمة: إنه فخور بزوجته ويحرص على تشجيعها دائما في مسيرتها الفنية، مثمنا تقمصها للأدوار التي تسند لها والتي أبانت من خلالها عن مهنية عالية، مؤكدا أنه لا يتدخل في عمل زوجته أو اختياراتها، مضيفا بقولها: أنا رجل أعمال ولا دخل لي في قضية الشيخة. وسبق لعبد القادر بالقرمة رجل الأعمال زوج الممثلة دنيا بوطازوت أن خلق الحدث إبان أزمة الجائحة، عندما قرر فتح فندقه في مدينة بورتو البرتغالية مجانا للمغاربة الذين تقطعت بهم السبل في الدولة المجاورة. فيما يلي أترككم مع هذا الألبوم من صور دنيا بوطازوت بطلة الدراما الرمضانية المكتوب رفقة زوجها رجل الأعمال عبد القادر بالقرمة. وصل النجم الهندي شاروخان والنجمة الهندية ديبيكا بادوكون إلى مدينة تشيناي الهندية في يوم الأحد من هذا الأسبوع الموافق لل 21 من غشت 2022. ووفقا للتقارير المنشورة، فإن وسائل الإعلام تداولت صور لشاروخان وديبيكا في مدينة تشيناي، وظهرت ديبيكا في الصور جيمس ويت أنيقة مصنوعة من الجينز. بالتزامن مع ذلك، تحدثت تقارير جديدة على أن شاروخان قد سافر إلى مدينة تشيناي لتصوير أحدث أفلامه جوان، وهو فيلم المخرج الهندي الشهير آتلي. ويعتقد أن ديبيكا بادوكون قد انضمت إليه في تشيناي لتصوير مشاهد لها في الفيلم الذي تظهر فيه كضيف شرف. يأتي ذلك بعد أن عرض مقطع دعائي قصير لفيلم جوان يظهر فيه شاروخان بوجه شبه مغطى بالكدمات والضمادات، ومن المقرر أن يصدر الفيلم في دور العرض السينمائية في يونيو 2023، وسيصدر بخمس لغات. كانت هذه آخر فقرة في حلقتنا لهذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى فيديو لاحق بإذن الله.